أهلا ومرحبا بكم معايا في قناتي قناة نانيس شانيل. كما راكم تشاهدوا بديتها لكم بحبة تاع طماطيش، لأنه الطماطم تعتبر من أفضل ما يعتمد عليه باش تضيق المسامات تاع الوجه، خاطر المفعول تاعها يزير لابو ويقبض البشرة. وعندنا تاني هنايا الليمون، والليمون تاني معروف عليه باللي يزير الوجه ويزير يبلع المسامات تاع الوجه، وخاصة المسامات تاع البشرة الدهنية. لا ما نطول عليكم وبلا ما نكثر عليكم الهضرة، نروحوا ديريكت للمكونات وطريقة الاستعمال. المكونات تاع هذا القناع هي حبة تاع طماطيش، قشور تاع نصف ليمونة، نص حبة ليم القشور تاعها، والبعض من قطرات عصير الليمون. هادو هما المكونات. طريقة الاستعمال: تقطبي الحبة تاع الطماطيش وديريها ترابيها مليح مليح، وتزيدي ديري هذاك الزيت تاع السيترون تاع الليمون اللي رابيتيه، وتزيدي ديري له هذوك القطرات ايضا تاع الليمون، تخلطيهم كاع في رحبه وديريهم في البشره تاعك لمده ربع ساعه كامله. بعد ما تكمل ربع ساعه، تغسلي وجهك بالماء دافي اللي تكوني قصتي فيه زوج دويرات تاع ليم، تغسلي وجهك مليح وتقلعي كاع هذاك القناع تاعك، ومن تكملي شوفي لابو تاعك وتوشيها كي تولي وردي لي الخبر. كانت معكم نانيس، مع السلامه.